دخلنا عصر الدبلوماسية السياحية والأفاق الواعدة في هذا المجال. إن هذه الإنجازات المحققة بفضل السياسة الرشيدة للسيد الرئيس، وكذلك في إطار الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة في سبيل تشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر. إذن فهنيئا للجزائر بهذه الإنجازات، وهي تحتفل بعيدها الوطني في عالم السياحة. تناقض الوجود في هذه الولاية وخاصة في هذه المدينة، كوننا أولا ولاية اقتصادية تجارية بامتياز، ولكن من ناحية التسوق ومن حيث السياحة التسوقية ربما نحن ضعاف جدا جدا. هناك ولايات ومدن يعني بجانبنا من حيث التسوق يعني تفوقنا نشاطا. إذن هذا تناقض، وتناقض ربما أنا شخصيا لا أجد له. هذا من المفروض أنه السياحة التسوقية هي تحتل المنصبة الأولى بلاش على المستوى الوطني، على مستوى ولاية بجوارج. وهنا التمس من زملائي في قطاع السياحة وقطاع التجارة وقطاع الصناعة مع المتعاملين في قطاع السياحة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة أن يجدوا هذه التوليفة ما بين القوة الاقتصادية والصناعية والتجارية للمدينة، ومن أجل الهيمنة على سياسة السياحة التسوق. فلماذا مثلا مادة موجودة في برج بعريش نقتنيها من بجاية أو من البويرة؟ الاحتفال باليوم الوطني للسياحة المصادف لـ 25 جوان من كل سنة، والذي جاء بإشراف السيد والي ولاية برج بعريش السيد كمال ميسر، وكان شعار هذه الاحتفالية إعلام هادف لسياحة رائدة. نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية برنامجا ثريا يتمثل في معرض يبين أهم المنتجات والمتاحات السياحية بالولاية، وكذا يوم دراسي تحت شعار الإعلام الرقمي في دور الإعلام الرقمي في تنمية السياحة. وسجلنا حضور متميز لوكالات السياحة والأسفار، وكذا المتعاملين أصحاب المشاريع السياحية للفنادق. وكذا سينشط هذا اليوم الدراسي أساتذة مختصين في الإعلام من أجل مناقشة دور الفعال الذي يلعبه الإعلام في تنمية وترقية الوجهة السياحية إلى ولاية برج بعريش. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.